فوق السكة في عينين تونسي تبدأ من الفيقان السد، شارع فارغ ما فميش ريحة الناس، حس الذبانة يتسمع، المحطة قاعدة تنظف باش تستقبل اللي مسخوها، وفي لحظة واحدة يتبدل كل شيء. باش توصل تمركي نهارك تتلزم باش تتعدى على ترونسبور بوبليك بأنواعه، التران، اللواج، المترو، الكار، التاكسي، كل محطة بموندو بناس وبأهداف، وكل محطة توريك أكثر من اللي قبلها قديش الدولة مش عاطية قيمة لطبقة العمال. نتنقل ولا ما تنقلوش حاجة ما تهمش، عطينا حيلك من شهريتك الضرائب والنقل توا يتصلح وقت اللي ينوب عليها ربي. آلاف الناس ملزوزين على ترونسبور بوبليك هاربين من بيي كيستيونير ولا تريمستر أنولي. في دولة تحاسب الشعب ما ماهيش تحاسب في روح، القانون يمشي كان على الضيف خاطر القوي يوصل في باسات، كل واحد شد ثنية بعيد على الاخر، اما كنا ماشيين باش نحقق احلام قيرنا. شد ثنيتك للفوايي هذا على ظهرك حلم فاميليا كامله، تحب تهز بلادك الفوق ولا تخرج منها جمله. في التران كل ما تفوت محطه يكثر الستريس وتتخلط الاحاسيس الداخل، هارب الماشين في اللواج في المحطه ولا خلينا نقولوا سوق اللواجات، بين العرق على البلايص تيكيات في الجيشيه، حس العباد والحس صحيح في محطة المترو، مخي يتشخشب في تريب، آلاف الناس يتعدوا قدامي وأنا واقف نخمم في اللي وصلنا للمرحلة هذه. شبابك مكسرة، بيبان ما تتسكرش، مترو واحد كل ساعة، عباد على بعض، المحطة محلولة مشيرات الكل، في أي لحظة نجم يصير لك براكاج. قداش من مرة السكة تتسكر، سكاكن وسواتر، والمترو كامل يتبراك، ولا الداخل كيف تصير حركة هكا ولا هكا، ناس الكل تلبد وتسمع كان نفس على هابط. شعب مش خوات، أما تربع على عقليه أخطر رزي وضرب. من اللي نطلع في المترو عبارة خلط الكون موازي مع بيدامة، كل درج يتيح له الهواء خاطر يهز في نهار ألف الناس البلايس ما يحبوش يمشوا لهم. النيجاتيفيتي تتشاف ما تتحسش، ولنا يبدأ يتكون كرهك للدولة على خاطرها عاملة علينا مزية فوق العشرين سنة ما بدلتش المتروات، عايشين عيشة عبيد، الأم والبول اللي خارجين الصباح يخدموا على أولادهم، والطفل ولا الطفلة اللي ماشيين للفاك كارهين الروتين، في وسطهم نكره الدولة اللي بيعتنا ببلاش. الوضع هذا نقبله كان جيت عايش في الهند، أمرنا 12 مليون كهو في بلاد 3000 سنة حضارة، كل ما يجي توريست يعملنا تكركيرة في جرة اللي راه في فاكونس واحد، ملا كان يشوف اللي قاعد يصير في زينة وعزيزة، الكيران بمحطاتهم تشوف فيهم العجب، الكار معبية اللي يخلوا برا، ما تلقاش بلاصة في المحطة باش تدخل تلقاها في الكار، وكان لقيتها راك باش تيقف بين هواء وفضاء. هذا كان ما رصدتلكش تجري وراه، ولا في تدوير الكار المركز كان ما قاسيتش، وانت ما عندكش منين تقص أصلا. أول حاجة باش تتعدى بها في نهارك هكا، وباش تعدي نهار كامل هز إنرجي نيجاتيف في جرة الحاجات اللي ليتهم في ثنية، برشا زبلة، حس، فقر، الروتين قاتل. خليه تعيشوا في الترانسبور التونسي، توصل كل يوم وتخمم تبطل اللي تعمل فيه في جرة الثنية، وما تنساش اللي انت مهدد بالموت في اي لحظة، وبرشا كوارث صاروا وما نحبش نحكي عليهم اليوم، اما هاوك التاريخ ما يرحمش. ولنا الدولة لازم تعمل بوز وتخمم مرتين في اللي يصير في الناس كل يوم، والناس بيدهم لازم يفيقوا ويحافظوا على بقالنا من ممتلكات العمومية، نقصوا من التكسير في كل مشكلة، تطيش الوسخ والركبان بلاش. ولنا كان ما نقفوش مع بعضنا ما يقفوا معنا حد. وكانك على النقل الخاص حبيت نحكيكم على التاكسي، اما خسارة مانيش في ثنيتو، قاعد لوشي كرسى المطار، وانا لوشي تيكي الطيارة باش نخرج منها، وباز مش في تينيسير خاطر نخاف لا تجيني ريتار، وانا مزروب على الخروج منها. المتروات يا اخويا هاك تشوف ما فماش، والاكتظاظ هاك تشوف فيه برشا، والعباد ما لقاتش فاش تروح. يا اخويا شوفوا لنا حل يرحم والديهم، كثرونا من شويه متروات شويه كيران، نوصلوا ميساج وصير النقل، احنا كثرنا من شويه متروات وكيران.